أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قتل أكثر من 100 شخص وأصيب العشرات في تفجير سيارة مفخخة في منطقة الراشدين غرب حلب، واستهدف التفجير نقطة تجمع قريبة من موكب مهجري بلدتي كفرية والفوعة. هذا واكتمل وصول حافلات أهالي الزبدان ومضايا إلى منطقة الراشدين في حلب في طريقهم إلى إدلب، تزامنا مع وصول حافلات مهجري بلدتي الفوعة وكفرية إلى منطقة كراجات الراموسة جنوب حلب. أفادت القيادة العراقية أن قواتها تمكنت من تدمير مقر قيادة داعش في المنطقة القديمة في الموصل. يأتي ذلك بينما أكد جهاز مكافحة الإرهاب تواصل العمليات العسكرية لتحرير ما تبقى من مناطق خاضعة لاحتلال داعش في حي التنك غرب المدينة. استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعزيزات للمتمردين الحوثيين كانت في طريقها إلى معسكر خالد بن الوليد غرب تعز، ويسعى الجيش الوطني للوصول إلى وسط المعسكر مدعوما بغطاء جوي من طائرات التحالف العربي بهدف السيطرة على المعسكر بشكل تام. أعلن خفر السواحل الإيطاليون إنقاذ نحو 3000 شخص كانوا على شفا الهلاك قبالة السواحل الليبية، وقالت منظمة غير حكومية تشارك في عمليات الإنقاذ أن نحو 35 عملية تمت لنجدة نحو 4000 لاجئ. منيت التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية بالفشل بعد يوم واحد من تحذير الولايات المتحدة من أنها لن تشيح بوجهها بعيداً عن المواجهة مع بيونغ يانغ. وقال الجيش الأمريكي أن صاروخاً باليستياً قد انفجر في غضون ثوان من إطلاقه من الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، ورجح مسؤول أمريكي أن لا يكون الصاروخ من النوع العابر للقارات. عزز نادي ريال مدريد صدارته للليغا الإسبانية بعد فوزه على مضيفه سبورتينغ خيخون بثلاثة أهداف لاثنين ليرفع رصيده إلى 75 نقطة. ريال مدريد وفي غياب معظم نجومه خاض مواجهة خيخون بتشكيلة احتياطية، وعلى الرغم من ذلك حقق الملكي النقاط الثلاث مستفيدا من تألق نجمه إيسكو رجل المباراة من دون منازع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.